أهلا بكم. إذن قبل فترة قصيرة سمع السودانيون أنباء عن نية رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة عقب تلقيهما لدعوة رسمية من أبوظبي، أمر تأكد اليوم بعدما قاد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وفدا وزاريا نواحي بلاد زايد على أمل جلب أنباء الخير لشعب متعطش للأخبار السارة. الزيارة التي تستغرق يومين تكتسي بأهمية خاصة وبالغة التعقيد، كونها تناقش مع قيادة الإمارات مواقف البلدين من عدة قضايا تشغل الإقليم، وهو أمر موكول للبرهان، وفيما يبدو أنها ستناقش في مسارها الثاني تطبيع العلاقات بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية عبر تفاوض مباشر بين طواقم من الخرطوم وواشنطن وأجندة غير معروفة. وابتعثت الخرطوم لهذه المهمة وزير العدل نصر الدين عبد الباري رفقة البرهان، وبين المسارين الإقليمي والأطلسي تجري مياه كثيرة تحت جسر التطبيع، منبعها صفقة القرن ومصبها القدس الشريف. فبما يعود الوفد السوداني من رحلة الميعاد؟ هل يعود بصك الحرية من قائمة الإرهاب التي مكث فيها السودانيون 27 سنة؟ أم باشتراطات جديدة تؤكد أن واشنطن أدمنت تحريك الخشبة كلما سدد السودان في المرمى؟ أهلا بكم. إذن هل سيكون ملف التطبيع مع إسرائيل حاضرا في أجندة التفاوض في أبوظبي؟ وهل سيتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟ وما هي الكلفة التي سيدفعها السودان والتي ستدفع له؟ هذا ما سنحاول أن نعرفه من خلال حلقة اليوم من دائرة الحدث. نرحب بكم جميعا مشاهدينا الكرام، ورحب بضيفي العزيز من داخل الاستوديو الأستاذ النور أحمد النور، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أستاذ النور أهلا ومرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله. نرحب بك ونرحب أيضا بضيوفنا الكرام الذين هم معنا الآن على الهاتف من الخرطوم، الأستاذ الجميل الفاضل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، وأيضا من الخرطوم الأستاذ أشرف عبد العزيز الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة الجريدة. نرحب بهم جميعا، ولكن أبدأ معك أستاذ النور. هذه الزيارة إلى دولة الإمارات بكل هذه الأجندة المعقدة جدا وبكل هذا التوقيت المعقد داخليا وإقليميا، هل هي زيارة مفاجأة أم تتوقع أنه تم الترتيب لها في وقت سابق؟ نعم، أعتقد هذه الزيارة مرتبطة بزيارة وزير الخارجية الأمريكي الخرطوم في منتصف أغسطس الماضي، حيث أتى بامبيو وكان الأجندة كان لديه جند واحد ناقشه مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ومع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وهو التطبيع مع إسرائيل. الحمدوك كان البيان الذي صدر من مجلس الوزراء أنه ينبغي لا يربط مسار التطبيع مع إسرائيل برفع العقوبات على السودان، وأنه السودان لن يتخذ قرار في هذا الشأن حتى تكتمل المؤسسات الانتقالية، يعني ذلك البرلمان هو المعني باتخاذ القرار.
أو الحكومة المنتخبة إذا لم يقم البرلمان في هذه الفترة. وأعتقد والبرهان أيضا عندما التقاه لم يصدر بيان مجلس السيادي، ولكن صدرت تقارير في الصحافة الأمريكية تقول أن البرهان اشترط على وزير الخارجية الأمريكي شرطين: رفع العقوبات و10 مليار دولار دعم للسودان، وتعهد بأن الشركات الأمريكية تستثمر في السودان في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة وما إلى ذلك. يبدو أن وزير الخارجية الأمريكي حمل هذه الشروط إلى واشنطن وتشاور بعد الاتفاق الذي وقع الثلاثاء الماضي مع الإمارات باعتبارها هي الدولة المطبعة في هذه المرحلة والتي لديها علاقات متميزة مع الخرطوم، بأنها يمكن أن تستضيف مفاوضات لمناقشة الشروط السودانية لتطبيع مع إسرائيل. وأعتقد هذا هو المهمة الرئيسية لهذه الزيارة، ليس العلاقات السودانية مع الإمارات وليس أي أمر آخر، فقط هو موضوع التطبيع مع إسرائيل والشروط السودانية، هل يمكن الاستجابة لها وإلى أي مدى يمكن الاستجابة لها. ولذلك الاجتماع المقرر فيه مسؤول شؤون الخليج وشمال أفريقيا في البيت الأبيض في مجلس الأمن القومي، وفيه الشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن القومي الإماراتي، والطرف الثالث هو السودان. بالتالي هذا الأمر مرتبط، إذا عرفنا أنه مسؤول شؤون الخليج هو الذي صاغ اتفاق التطبيع مع إسرائيل والإمارات، بمعنى ذلك أن موضوع إسرائيل هو سيكون حاضرا في هذا الاجتماع. وأعتقد أن الوفد الفني والخبراء والمستشارين الذي ذكرهم بيان مجلس السيادة أنهم رافقوا البرهان معنيين بهذه المفاوضات، بينما يعني وزير العدل نصر الدين عبد الباري بمناقشة موضوع التعويضات، لأنه أصلا في لجنة مفوضة من وزارة العدل تناقش تعويضات المرتبطة بالضحايا تفجير السفارتين الأمريكيتين في تنزانيا ودار السلام في تنزانيا ونيروبي. والآن هذه التسوية الآن وصلت مرحلتها النهائية، مسألة تسديد المبالغ 335 مليون دولار وهي قيمة التسوية، ثم مخاطبة الكونغرس للموافقة وإصدار حصانات، قانون حصانات حتى لا تتم مساءلة السودان في أي قضايا أخرى مرتبطة بذلك. نعم. طيب أنتقل إلى أستاذ الجميل الفاضل الكاتب الصحفي المحلي السياسي. أستاذ الجميل الفاضل، نرحب بك في هذه الحلقة من دائرة الحدث. يعني ضيفي في الأستوديو أستاذ النور أشار إلى نقطة هامة، لعل أن هذه المفاوضات هي ليست فقط للتشاور، ليست مفاوضات عادية، ليست زيارة عادية المتوقع منها ربما كثير، والملفات الموجودة معقدة. ملف التطبيع هو الملف الحاضر، هو الملف الأساسي، ليس التطبيع مع الولايات المتحدة الأمريكية كما يعتقد البعض، التطبيع مع إسرائيل، وكما هو معلوم أقصر طريق لقلب الولايات المتحدة الأمريكية هو إسرائيل، وهذه المفاوضات الآن تتم في أبوظبي، وكما علق جاري كوشنر قبل أيام سرا يعني أول المطبعين ولن تكون آخرهم كما قال. ماذا تتوقع من هذه الزيارة؟ نعم، في تقديري أن أولا لابد أن نركز على حقيقة أساسية، العلاقات الدولية ليست ثمة شيء بالمجان. المحور الأساسي الذي تنبني عليه علاقات الدول سواء كانت في اتجاه التحسن والتطبيع لابد أن يرتبط هذا الأمر بمصالح ما. في تقديري أن المصلحة الرئيسية الآن خاصة وأن قضية التطبيع مع إسرائيل أضحت ورقة انتخابية في الانتخابات الأمريكية، وهي رهان أساسي للرئيس الأمريكي ترامب، وبالتالي الإدارة الأمريكية الآن تهتم بهذا الأمر وتعتبر أن هذا الإنجاز أو المنجز الرئيسي لها في خواتيم فترة الرئيس ترامب هو ملف التطبيع. الرئيس ترامب تحدث عن دول أخرى تتبع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وأن هناك 4 أو 5 دول أخرى ستلحق، وكافة التسريبات التي تنشر في الإعلام تشير إلى أن السودان واحد من هذه الدول التي تراهن الولايات المتحدة على إلحاقها بقطار السلام أو ما يعرف بصفقة القرن أو تحت أي مسمى آخر. هذا الملف هو الملف الحاضر القائم. ربما لا يوجد شهود من دولة إسرائيل في هذه الطاولة، لكن بالضرورة كل هذه المسارات ترتبط ببعضها البعض. دولة الإمارات العربية المتحدة الآن تحظى
بدرجة كبيرة من الاهتمام الأمريكي، باعتبار أنها قد استطاعت أن تكسر جمود العلاقات العربية الإسرائيلية، وهي صاحبة البادرة الأولى في هذا الاتجاه بعد مصر والأردن، وبالتالي هي أيضا تكرم وتحظى بهذا الاهتمام وأن يكون لها دور ملموس في هذا الأمر. هذا الاجتماع الذي ينعقد في أبو ظبي بحضور مجلس الأمن القومي الأمريكي، بحضور مسؤولين كبار من الإدارة الأمريكية معنيين بملفات تتصل بتسوية القضايا العالقة بين السودان وبين الولايات المتحدة، كما تفضل الأستاذ النور أحمد النور، وأشار إلى قضية المدمر الكول في اليمن وقضية السفارتين في دار السلام وفي نيروبي. كل هذه الملفات التي قطعت فيها وزارة العدل السودانية واللجنة الخاصة بالتفاوض والتسويات مع الولايات المتحدة شوط بعيد، والتصريحات الأخيرة أو الرسالة الأخيرة التي بعث بها مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي للكونغرس الأمريكي، حث الكونغرس على أن يسرع الخطى باتجاه رفع اسم السودان من اللائحة الأمريكية السوداء. كل هذه المؤشرات تدل على أن بالمقابل على السودان أن يضع على الطاولة المطلوب منه، وفي تقديري أن المطلوب إلى الآن يظل هو الملف الرئيسي الذي أتى من أجله وزير الخارجية الأمريكي، هو ملف التطبيع مع إسرائيل. إشارة التصريح المقتضب الذي صدر كخبر يقول أن إلى جانب ذلك سيناقش الفريق أول عبد الفتاح البرهان القضايا الإقليمية المشتركة. الآن القضية الأولى على طاولة أبو ظبي بالقطع هي قضية التطبيع، ولا يوجد قضية إقليمية تحظى بدرجة من الاهتمام تفوق درجة الاهتمام بقضية التطبيع مع إسرائيل، والسودان له اهتمام مشترك بهذا الملف، خاصة أنه في 3 فبراير الماضي لقاء انتبي بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يصبح هذا المشترك أيضا قائم في إطار العلاقة ما بين الخرطوم وأبو ظبي، وهو هام مشترك. في تقديري أن مسألة التطبيع مع إسرائيل حاضرة في هذا التفاوض، حاضرة في أبو ظبي. نعم، أنا أستأذنك سأعود إليك بعد قليل أستاذ الجميل. الآن نتحول إلى الأستاذ أشرف عبد العزيز. أستاذ أشرف، ربما استمعت إلى حديث ضيفي داخل الاستوديو وضيفي أيضا عبر الهاتف، أنا لكن لدي سؤال في ذات السياق. لماذا أبو ظبي تحديدا التي تتم فيها هذا النوع من المفاوضات؟ يعني من الواضح انه في الآونة الأخيرة كانت هنالك يعني سياسة واضحة من قبل الإدارة الأمريكية تقوم على ركائز محددة، وهي أمن إسرائيل. فأمريكا بدأت تنظر بشكل واضح لأمن إسرائيل في الشرق الأوسط، ونتيجة لذلك انقسم الشرق الأوسط إلى معسكرين، واختارت إيران بشكل واضح أن تكون هي في معسكر المقاومة، فيما كانت الأمارات تمثل المحور الرئيسي للتأييد وللتطبيع. فبالتالي اختيار الأمارات لأنها هي الأولى التي قامت بخطوات نحو التطبيع، ولأنها هي أيضا القادرة على تقديم المساعدات التي يمكن أن يطلبها السودان. نعم، يبقى معي أستاذ أشرف. عود إليك أستاذ النور أحمد النور، ذات السؤال ولكن بطريقة أخرى. دولة الإمارات العربية المتحدة هل هي الآن تلعب دورا محوريا في طريق تجسير العلاقات ما بين الدول الغير ممانعة من التطبيع مع إسرائيل؟ نعم، أنا أعتقد دولة الإمارات تقوم الآن بدور إقليمي فيما يتعلق بعملية التطبيع مع إسرائيل، وعملية حتى العلاقة مع الولايات المتحدة يمكن أن تمر عبرها، باعتبار الآن أغرب إلى قلب الولايات المتحدة بعد أن تم التطبيع واستجابت وتم استضافة البيت الأبيض الثلاثاء الماضي هذا الاتفاق. أيضا الولايات المتحدة لا تدفع أموال نقدية، لأنه هذا أمر معقد ويمر بالكونغرس ويمر، بالتالي في هذه الظروف من الصعب الولايات المتحدة تدفع أموال، ولكن دول الخليج هي المرشحة لدفع أموال، وبالتالي هي تستضيف وترعى مثل هذه المفاوضات، لأنه لو كان هناك التزامات مالية الإمارات تدفع الأموال. يعني ممكن أن تدفع إلى السودان الإمارات؟ نعم، يعني الآن المرشح أن الولايات المتحدة لن تدفع أموال، لأن الولايات المتحدة تدفع أموال لم تكن تغرم السودان 335 مليون دولار، معنى ذلك لن تدفع، وترامب رجل تاجر في النهاية لن يدفع أموال، ولكن دول الخليج من السهل أن تدفع إلى السودان ولأي دولة أخرى مساعدات اقتصادية، خاصة الآن بعد أن صدر البيان فور صدور البيان من مجلس السيادة بزيارة البرهان إلى أبوظبي
الصحف الإسرائيلية كشفت كثير من المعلومات عن ما هي الشروط السودانية المطلوبة، ما هو المتوقع من هذه الزيارة، وظلت تكتب حتى لحظة دخول إليك في الاستوديو. تقول الصحف الإسرائيلية جيروزل بوست وغيرها أن هناك ثلاث شروط سودانية لتطبيع مع إسرائيل، وأن الولايات المتحدة ستلتزم برفع العقوبات في أكتوبر المقبل، ويمكن أن يتم في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل. أيضا السودان طلب 10 مليار دولار تدفع على مدى 3 سنوات، هذا هو الذي صدر في هذه الصحف الإسرائيلية، 3 سنوات في السنة الأولى أو في هذا العام 2020 1.2 مليار محروقات وقمح و2 مليون دولار نقدا، ويستكمل المبلغ في العامين المقبلين. 2 مليار تقصد؟ 2 مليار نقدا، نعم. و1.2 مليار مساعد قمح ومحروقات وقود يعني. وبالتالي هذه هي الشروط التي يتفاوض عبرها السودان. الشرط الآخر هو رفع العقوبات فورا، والتزام أمريكي بالمساعدة في إعفاء الديون وفي الاستثمارات الأمريكية في الطاقة والزراعة والصناعة في السودان. هذه الشروط التي ستجتمع اللجنة لمناقشتها، واعتقد أن إذا المسألة قروش رفع عقوبات أصلا البروسيس بتاعه بدأ وانتهت بالتسوية، وبالتالي فقط مخاطبة الكونغرس للموافقة على القانون الحصانة، وبالتالي أعتقد هذا أمر مفروغ منه وزارة رفع العقوبات في أكتوبر. المسألة الأخرى متعلقة بالأموال، تبقى مسألة مساومة، هل 10 مليار دولار في 3 سنوات أو تبقى 5 أو تبقى 7، هذه موضوع مساومة ستحسن في المفاوضات بين الطرفين. طيب أستاذ الجميل الفاضل، يعني هذه المساومة، يعني ربما حديث أستاذ النور طلعت به كثير من الوكالات وكتاب الصحافة، دعني أقرأ لك هذه التغريدة لبراك رافت، قال: أثيرت قضية التطبيع بين السودان وإسرائيل يوم الثلاثاء الماضي في اجتماع في واشنطن بين نتنياهو ومايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، وشجعت إدارة نتنياهو إدارة ترامب على الالتزام بطلب السودان للحصول على مساعدات اقتصادية كجزء من أي صفقة تطبيع والنقاش مع الحلفاء في هذا الأمر. وبحسب مصادر سودانية، حكومة السودان طلبت المساعدة الاقتصادية التالية مقابل صفقة تطبيع مع إسرائيل: شحنات من القمح والنفط بقيمة 1.2 مليار دولار، ومواجهة الأزمة الإنسانية الناتجة عن الفيضانات المدمرة، وأموال نقدية أخرى عدة مليارات دولارات كما ورد في عدد من الصحف الإسرائيلية اليوم. إذن الآن نحن في مرحلة التفاوض، تخطينا مرحلة الموافقة، ليس كذلك؟ نعم صحيح. أنا أعتقد أننا منذ فبراير الماضي عندما ابتدر الفريق أول عبد الفتاح البرهان هذه الخطوة المفاجئة، تم فتح هذا الباب، باب التفاوض مع إسرائيل. التفاوض بدأ مباشرة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي لم تعد هناك محاذير في الجلوس مع دولة إسرائيل، رغم أن دولة إسرائيل رأت بأن في ذلك الوقت بنيامين نتنياهو مواجه باستحقاق انتقادي، رأى بأن يكشف أو يميط اللسان عن لقائه مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان. ربما هذا الجزء لم يكن متفق عليه هنا، لكن أصبح هناك أمر واقع، الطيران الإسرائيلي بات يحلق في أجواء السودان، هذا أمر واقع. هناك طائرة أتت لمحاولة تقديم العون لمستشارة الرئيس البرهان الراحلة قدح الدم، وأيضا وصول الطائرة المباشرة لوزير الخارجية الإسرائيلي إلى مطار الخرطوم من القدس مباشرة إلى الخرطوم. هذه الخطوات كلها أزالت كثير من الحواجز النفسية التي كانت تعوق عملية التطبيع مع إسرائيل، وبالتالي نحن دخلنا أو شرعنا الآن عمليا في إبرام صفقة ربما مع الولايات المتحدة الأمريكية. لابد الطرف المستفيد من هذه الصفقة مباشرة هي صفقة مزدوجة فيها فائدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يقود الحملة الانتخابية، وهي فيها فائدة أيضا مباشرة لتطبيع الأوضاع ولتوسعة نطاق العلاقات، تطبيع العلاقات العربية مع دولة إسرائيل لدولة إسرائيل. ففي تقديري أن الثمن المستحق لهذا الأمر الآن هو محل تفاوض. الطاولة تشهد الآن حوار حول هذه التفاصيل، وأعتقد أنه بالإمكان الوصول إلى اتفاق يقود إلى أن يقبل السودان الدخول في هذه الخطوة وفق هذا الثمن المطروح الآن على الطاولة. وبالتالي في التاريخ أيضا عندما حلت بالسودان كارثة طبيعية تتعلق بالجفاف والتصحر
وحالة المجاعة التي اعترت السودان، اضطر الرئيس الراحل الأسبق جعفر النميري إلى أن يسهل عملية موسى لنقل اليهود للفلاشة، وهذا سهل أيضا تدفق الإقاصات الإنسانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للسودان في ذلك الوقت. أعتقد كلما حلت كوارث طبيعية أو أزمات اقتصادية يلجأ السودان أيضا إلى لعب ورقة إسرائيل سواء في السر أو في العلن. ظل هذا الأمر ديدا كثير من الإدارات الحكومية السودانية منذ الاستقلال، عندما أيضا تم هناك استقطاب حاد ما بين التيار الاتحادي والتيار الاستقلالي في السودان أبان فترة الاستقلال. نعم. انفتح خط مع إسرائيل بشكل أو بآخر. معلوم أيضا أن رئيس الوزراء السوداني الأسبق عبد الله خليل أيضا فتح باب للتعاطي مع دولة إسرائيل أبان تطورات الأحداث ما بين مصر ومصر جمال عبد الناصر والحكومة السودانية وأزمة حلايب في ذلك الوقت. أيضا تم استخدام الكرت الإسرائيلي أو الورقة الإسرائيلية لحلحلة مشكلات السودان. ظلت إسرائيل حاضرة بقوة في مراحل مختلفة طوال الحقبة السابقة، تصبح أيضا هي أحد أوراق اللعبة الضرورية التي يمارسها السودان للوصول إلى قلب الولايات المتحدة الأمريكية وللمساهمة في إزاحة كثير من العقبات والعراقيل التي تعترض سير الحياة الطبيعية في السودان أينما حلت الكوارث وحيثما تأزمت الأوضاع في السودان. أعتقد أن الأوضاع في السودان الآن مأزومة بدرجة عالية تبرر البحث عن حلول في أي مكان، ونحن كما نقول في المثل السوداني المضطر بيفتح خشم البقرة. أنا بفتكر أننا نحن الآن نفتح فم البقرة الإسرائيلية للبحث أيضا عن حلول للأزمة السودانية. نعم. ويبدو أن هذا الأمر مبرر بدرجة ما، لكن هناك تعقيدات في الواقع الداخلي الحاضرة السياسية قوى الحرية والتغيير. لا سنعود عفوا اسمح لي أستاذ. نعم. الجميل سيد الجميل، هذه المسألة الحاضنة السياسية سنفرد لها محورا منفصلا. نحن الآن نتناقش في ما هو موجود في أبو ظبي. أعود إليك سيد أشرف عبد العزيز، هل تعتقد بأن ما سيطلبه السودان سيجده؟ سمعنا بعشرة مليارات دولار، سمعنا برفع كامل العقوبات الاقتصادية في أكتوبر القادم، سمعنا عن رغبة السودان أو طلبه وإلحاحه في دخول شركات في مجال استثمارات مختلفة في مجال البنوك والزراعة في السودان. هل كل ما سيطلبه السودان، يعني السودان سيطبع مع إسرائيل؟ هو من الواضح أنه في اهتمام واسع من قبل الولايات المتحدة ومن قبل الإمارات أيضا في هذا الجانب فيما يتعلق بحصول السودان على مساعدات اقتصادية، والاهتمام ده بيعكس حتى الوفد الذي سيفاوض السودان يعني. فبالإضافة كما أفاد الأستاذ النور أنه مستشار الأمن القومي طحنون بن زايد هو الذي سيكون المسؤول عن التفاوض مع السودان، ايضا هو كان نقدر نقول انه هو كان ايضا المسؤول عن المحادثات مع اسرائيل، ومن المتوقع ايضا ان يحضر هذا الاجتماع رئيس دائره الخليج وشمال افريقيا في مجلس الامن القومي في البيت الابيض الجنرال ميكل كوري، يعني هو احد مهندسي الاتفاق بين اسرائيل والامارات. اذا الامر جدي والتفاوض سيكون بالتاكيد حول مساله التطبيع كما اشار الاستاذ النور، إنه هذا هو عين التفاوض وهذا هو ظل الفيل. فبالتالي مسألة مطالبات السودان وهذه الشروط في تقديري هي ليست بتعجيزية ويمكن إنجازها، لأن الجزء الأول منها متعلق بمساعدات إنسانية ومساعدات مباشرة للميزانية من أجل التعامل مع الأزمة الاقتصادية الراهنة وتداعيات الفيضان المدمرة كما ورد في هذه الشروط. أما النقطة الثانية هي متعلقة بجوانب أخرى متعلقة بمسألة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهذه كما أيضا تحدث الأستاذ النور تم قطع شوط كبير فيها، وكان آخرها خطاب بومبيو للكونغرس بضرورة اتخاذ قرار في يتم فيه إلغاء الحصانات السياسية وبالتالي عدم تضييع الفرصة وإكمال هذه الخطوة باعتبار أنها دخلت حتى في إطار المنافسة بين الجمهوريين والديمقراطيين. إذن حتى مطلوبات السودان للتوقيع على اتفاق من شأنها أن يقرب وجهة الدول نحو التطبيع باتت ممكنة تماما، وفي تقديري يمكن إنجازها ويمكن الاتفاق عليها بعجل ما تيسر. إذن يبقى ما هي الخطوة القادمة؟ في تقديري هي أن هنالك اهتماما واسعا من قبل الرأي العام في الولايات المتحدة بأن يكون السودان هو التالي للإمارات ويعول عليه كثيرا فيما يتعلق بهذا الجانب، وإسرائيل الآن تتابع
هذا الاجتماع باهتمام، ولعل تحركات نتنياهو الأخيرة هي تشير إلى هذا الجانب. نعم سيد النور، يعني هذه الزوبعة الإعلامية التي ربما سبقت زيارة البرهان اليوم إلى الإمارات العربية المتحدة، شاهدناها قبل أسبوعين قبل التطبيع الذي تم أو حفل التطبيع الذي تم الثلاثاء الماضي بين حكومة أبوظبي وإسرائيل في واشنطن. بعض المحللين والخبراء يعتقدون أن السودان هو أقرب المطبعين الآن، يعني في الساحة الآن. لكن سؤالي لك، ألا تعتقد وجود، ذكرت وجود طحنون بن زايد قبل قليل مستشار الأمن القومي في الإمارات العربية المتحدة، هذا الأمر يعطي القضية صبغة ربما مخابراتية بعض الشيء؟ لماذا؟ أصلا هذا الملف الآن تتولاه الجهات المخابراتية، ملف التطبيع. حتى الإدارة الأمريكية، مسؤول الخليج، شؤون الخليج وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض، وعميد العميد ميغيل كوريا، وعميد والوفد الذي رافق البرهان ولم يذكر أسماء وزير العدل، أنه مستشارين وخبراء وفنيين أيضا، هو من الأمن، من جهاز المخابرات، قيل أنهم خبراء في التفاوض. لا يعني دائما لا يذكرون أسماء الوفود الأمنية والاستخباراتية، لكن هو في طبيعته أمنية واستخباراتية وفنية، إذا كان في مسؤولين من وزارة المالية أو وزارة العدل. وبالتالي حتى عندما ذهب البرهان إلى عنتبي في فبراير الماضي، كان أيضا موضوعا استخباراتيا لم تعلم به إلا الاستخبارات العسكرية في الجيش، لم يكن معه أي شخص من الحكومة. وبالتالي أصلا هذا الملف تديره المخابرات، أجهزة المخابرات، باعتباره هو مرتبط بالأمن القومي للدول. وبالتالي كونه يكون هو فيه مسؤول الأمن القومي في البيت الأبيض، في الشيخ منصور بن زايد مسؤول مستشار الأمن القومي، طبيعة القضية قضية مخابراتية. طيب قبل أن أتحول إلى أستاذ الجميل وأعود إليه، نريد أن نتطرق لماذا بعد التطبيع هنا داخليا، هنا حاضنة سياسية، هنا الحرية والتغيير منقسمة حول هذه القضية، وهنالك أصوات ترفض رفض قاطع، هنالك أطراف لا, لا, لا مانع لديها من التطبيع. ما الذي تتوقع أن تحمله الأيام القادمة في الخرطوم بعد التطبيع إذا حدث التطبيع؟ نعم، بعد زيارة البرهان في فبراير الماضي إلى عنتبي ولقاء نتنياهو، صارت كثير من الزوبعة، وأنه رئيس الوزراء لا يعلم والحكومة لا تعلم. ولكن بعد ذلك الجدل والحوار، تم تشكيل لجنة مشتركة من المجلس السيادي ومن مجلس الوزراء بشأن هذه القضية. الآن حكومة حمدوك لديها موقف، حدده البيان الذي صدر عقب لقاء وزير الخارجية الأمريكي، أنه هذه القضية سيحسم عقب تشكيل مؤسسات الانتقالية. ثم ذكر البيان نقطة أخرى، أنه هذه الحكومة غير مفوضة، ينبغي أن تكون حكومة منتخبة. وبالتالي أعتقد أنه الآن عندما ذهب الوزير العدل، يعني أنه حمدوك يعلم أنه البرهان، لأنه وزير العدل تابع لمجلس الوزراء، ولن يسافر أي وزير إلا بموافقة رئيس الوزراء. وبالتالي يبدو أنه حمدوك يعلم بهذه الزيارة، لكن ما ثم التوصل إليه، هذا هو التحدي الكبير. هل يمكن أن يأتي بصفقة ثم تعرض على مجلس الوزراء وعلى الحكومة أو المجلسين المشتركين لإقرارها، أو أن البرهان سيمضي فيها إلى نهايتها وبعد ذلك ستكون أمرا واقعا، وبالتالي يمكن تثير تعقيدات، خاصة أنه بعض قوى الحرية والتغيير ترفض. طيب إذا فعل البرهان إذا فعل البرهان، لو لم يكن هناك تنسيق مع مجلس الوزراء، ستثير كثير من المشكلات وتثير كثير من الجدل في هذا الشأن، وأيضا يمكن أن تؤثر على علاقات السودان الخارجية، باعتبار أنه هناك انقسام داخل الحكومة، رئيس الدولة ممثل رئيس الدولة هو مع اتجاه، ورئيس الوزراء في اتجاه آخر، وبالتالي صورة الدولة نفسها بتكون غير محترمة في الخارج. وبالتالي أتوقع أن يكون هناك حصل تنسيق بين رئيس الوزراء ورئيس البرهان قبل هذه الزيارة. طيب أستاذ الجميل الفاضل، في ذات السياق وأنت بدأت الحديث عنه قبل قليل، فيما يخص الحرية والتغيير الحاضنة السياسية ومن هم خارج الحرية والتغيير، كل الأحزاب السياسية التي موجودة في المشهد الآن ورأيها في قضية التطبيع في إسرائيل، هنا خيارين، إما كما قال أستاذ النور، إما أن يمضي البرهان في مناقشة وأيضا في الإقدام على خطوات عملية في أبوظبي في ملف التطبيع مع إسرائيل، أو أن يعود بصفقة إلى حمدوك. إذا حدث الخيار الأول، وأنا أقصد أن يفعل البرهان كل الخطوات العملية في أبوظبي، ما هي التفاعلات التي يمكن أن تحدث في الخرطوم سياسيا؟
لا بطبيعة الحال أنا أعتقد أن الترتيبات التي جرت في جوبا أيضا ليست بعيدة عن هذا المشهد. الثالث يعتبر هناك واقع جديد، هناك حديث عن تجديد أو بناء حاضنة سياسية جديدة أخرى تضم حركات الكفاح المسلح. في قالب حركات الكفاح المسلح هي أيضا لا تعارض فكرة التقارب مع إسرائيل أو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، هي لها مدة جسور علاقات أثناء فترة النضال والكفاح الطويلة ضد نظام الأخوان المسلمين في السودان. وبالتالي في تقديري أن هذه العلاقة، هذا التشكيل الجديد الذي سينشأ، الواقع الجديد الذي سينشأ بعد 3 أكتوبر، يمكن أن يقوي من موقف الفريق أول عبد الفتاح البرهان. لا أعتقد أن رئيس الوزراء، مواقف رئيس الوزراء تتقاطع كثيرا مع موقف رئيس مجلس السيادة الانتقالي، لكن الحاضنة السياسية لها آراء مختلفة. بعض الانتقادات التي وجهت من قبل الوفد المرافق لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الدواعي أيديولوجية بعض الأحزاب لأنها ترتكز وتنطلق في مواقفها السياسية من خلفيات أيديولوجية، هي رفضت هذا الموقف، وهي إشارة إلى الأحزاب التي تعتنق المذهبية، مذهبية القومية العربية، أو ما يتعلق بالحزب الشيوعي السوداني أو حزب الأمة القومي، أيضا له ميراث يتصل بمواقف إسلامية. وبالتالي يعني هناك قطيعة نفسية نشأت نتيجة لكثير من المواقف بين هذه القوى ورؤية السفارة الإسرائيلية في الخرطوم أو سفير سوداني في تل أبيب. وبالتالي هذه القضية ليست من السهل تمريرها بالنسبة لهذه القوى الأحزاب، لكن واقع ما بعد توقيع اتفاق السلام أيضا سيرفض الساحة السياسية بقوة سياسية قابلة لمبدأ ومفهوم التطبيع، وبالتالي يصبح هناك أغلبيات سياسية مؤيدة في إطار الحاضنة الجديدة للاتجاه هذا. هذا ربما يعزز موقف الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ويعزز موقف المكون العسكري الذي يبدو أنه هو أيضا على وفاق مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان في اتجاه بناء هذه الخطوة وقطع شوط في بسبيلها. وأعتقد أن ملاحظة أيضا ملاحظة جديرة بالتوقف والاهتمام مشاركة وزير العدل. أستاذ الجميل لو سمحت لي إضافة قصيرة، وأنا أعتذر على المقاطعة، أنا هنا أقصد، لا أقصد البرهان، أنا هنا أقصد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي يعني الحرية والتغيير تمثل حاضنته السياسية، هذه الحاضنة السياسية بها أحزاب رئيسية رافضة للتطبيع وأصدرت بيانات بهذا الأمر. إذا مضت الحكومة الانتقالية في ملف التطبيع بموافقة رئيس مجلس الوزراء، كيف سيكون المشهد السياسي في الخرطوم؟ الواقع المشهد السياسي في السودان مشهد متحرك، وأنا في تقديري أن الرمال المتحركة يمكن أن تخلق واقع جديد أيضا بدخول هذه الحركات كحركات الكفاح المسلح. هذا أيضا يعزز ويقوي من موقف، أنا أعتقد أن الدكتور عبد الله حمدوك ليس بعيد من هذا الخط، وفي تصوري أنه بشكل من طرف خفي هو يؤيد كثير من الخطوات التي تمت، وتمت إشارات في المؤتمر الصحفي أو اللقاء الذي عقده رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عقد زيارته لعنتبي الشهيرة ولقاءه برئيس الوزراء الإسرائيلي، تمت إشارة إلى أن الرئيس الوزراء على علم بشكل أو بآخر. وفي تصوري أن تكوين اللجنة المشتركة الآن من مجلس السيادة ومن مجلس الوزراء والذهاب خطوات في هذا الاتجاه، وتصريحات السفير الناطق الرسمي السابق لوزارة الخارجية حيدر البدوي والإشارة والمطالبة، مطالبة رئيس الوزراء ومطالبة رئيس مجلس السيادة بأن يميط اللسان عن هذا الذي يجري في الكواليس في إطار الاتصالات السرية مع إسرائيل. وبالتالي هذه القضية أنا في تقديري أن هناك كثير قيل المعلن فيها وهناك المسكوت عنه، لكن في الواقع أنها قد قطعت شوط هذا اللقاء. أنا أعتقد أنه ينقل اتجاه التطبيع إلى خطوة متقدمة، وكما أشرت في السابق إلى أن
الآن على وشك أن تكتمل، وتصبح هناك مبررات موضوعية ومنطقية في ظل الحالة الاقتصادية. أنا أعتقد أن الأوضاع الاقتصادية والتدهور وحالة الانهيار شبه الكامل للاقتصاد السوداني يمكن أن تبرر ويمكن أن تسوق فكرة أن تمد يدك إلى الشيطان لكي تستطيع أن تنقذ الاقتصاد السوداني من هذا المهو السحيق الذي كاد أن يصل إلى قاعه. وفي تقديري أن كل هذه المبررات يمكن أن تسند هذه الفكرة. ربما أن هندسة الأوضاع والأشياء في السودان سارت في هذه المسارات وفق خطوط مرسومة بدقة لكي تجعل أمر التطبيع مقبولا لدى الحاضنة السياسية، سواء بعد تعديلها أو بوضعها الراهن أو فرض هذا الأمر الواقع وتقبله كأمر واقع حتى في الشارع السوداني. أنا في تقديري أن هذا بات ممكنا الآن. الرئيس جعفر نميري كما أشرت له في السابق عندما حاوره فؤاد مطر في مجلة التضامن، وفي أنه باع اليهود الفلاسة لإسرائيل وهذه خيانة وطعنة في ظهر العرب، قال بأنه كان ينقذ شعبا يبحث عن الحبوب في بيوت النمل، والآن لو عاد به زمن القهقرة أيضا لكي ينقذ شعبه يفعل ذلك. أنا أعتقد أن إسرائيل الكرت الورقة الإسرائيلية دائما تبرز وتطل في أوقات حرجة يواجهها السودان. جميل. ويصبح هذا الأمر أمر واقع أنا في تقديري يمكن تقبله حتى لدى الشارع السوداني وبعض القوى التي تتحفظ الآن في تصوري أن مواقفها قابلة للتعديل بفعل الظروف الاقتصادية. طيب أستاذ أشرف عبد العزيز، ذات الظروف الاقتصادية ربما قد تشكل ذكريات سيئة لعبد الفتاح البرهان يحملها معه، تمثل ما تركه خلفه في الخرطوم، ربما ستعجل من خطوات الرجل نحو التطبيع. هذا الأمر إن حدث مباشرة وإن لم تحدث المشاورات مع التنفيذيين في الخرطوم فكيف سيكون الأمر؟ أم أن ذهاب عبد الباري وزير العدل إلى أبو ظبي هذا حسم ملف التفاوض مع حمدو؟ من الواضح انه ايوه نعم انه زياره البرهان الى الامارات هي برفقه ايضا وزير هو يعتبر جزء من الجهاز التنفيذي، وان كان هو المعني بالملف فيما يتعلق بالتفاوض مع الولايات المتحده الامريكيه بشان رفع العقوبات او رفع اسم السودان من لائحه الدول الراعيه للارهاب. ولكن هذا لا يؤكد ان موقف الجهاز التنفيذي او موقف حكومه عبد الله حمدوك هي على قلب رجل واحد فيما يتعلق بهذه القضية، خاصة وأن قوى الحرية والتغيير كانت قد فرضت على حمدوك إبلاغ بمديو بأنها لا ترقب في مسألة متعلقة بالتطبيع، لأن الحكومة الحالية غير مخولة وإنما الحكومة المنتخبة هي التي يمكن أن تخول وتطلع بمثل هذه المهمة، خاصة في ظل قيام المجلس التشريعي. وفي زيارة البرهان السابقة كانت هنالك سمة اعتراضات واسعة من قبل القوى الحرية والتغيير فقالبها على مسألة التطبيع مع إسرائيل. الآن صحيح هنالك أيضا إشكالات متعلقة بالجانب الاقتصادي، ولكن يمكن لهذه القوى أن لا تتراجع عن موقفها، بل تعتبر أن هذه الإشكالات الاقتصادية هي مدخل لاستغلال السودان نحو التطبيع. إذا كان حمدوك هو الذي كان يرافق البرهان في هذه الرحلة، ولولا أن نفى مكتبه بأنه لم يتلقى الدعوة أصلا لكان الأمر مختلفا جدا، وهذا يعني أن هنالك توافقا كاملا حول هذه القضية حتى فيما يتعلق لأن السودان يمكن أن يتراجع عن مواقفه الخاصة بالجهاز التنفيذي بشأن الموضوع التطبيع العاجل مع إسرائيل. ولكن غياب حمدوك أيضا من المشهد يعزز أن المسألة حتى الآن ليس حولها اتفاق كامل، وإن كان حولها هنالك تشاور، لأن حتى البرهان في زيارته الأولى كان قد ذكر أن الخطوة التي قام بها في عنتبي ولقائه بنتنياهو والآن هو متروك تقديراته للحكومة التنفيذية هي صاحبة المسؤولية في هذا الملف، باعتبار أن العلاقات الخارجية هي مسؤولية وزير الخارجية وفي المقام الأول مسؤولية رئيس الوزراء. إذن التطورات في هذا الملف ستؤكد أنه إما أن توافق الجهاز التنفيذي وراء أن هذه المهمة ينبغي أن يكون يعني تلقى على عاتق برهان لوحده ومن ثم لا يتحمل المسؤولية في هذه الخطوات، أو إما سيكون هنالك انقساما جديدا في الساحة السياسية وفيما يتعلق بهذا الموقف. المواقف لا تنفصل عن ما بعدها فيما يتعلق بالحاضنة السياسية، فيما يتعلق بمحاولة الاستفادة من الظروف الاقتصادية من قبل إسرائيل ومن قبل الأمارات والولايات المتحدة لجر السودان نحو الموافقة.
فبالتأكيد حتى الآن السودان لم يحصل على أي دعومات في الفترة الأخيرة كما كان في سابق العهد فيما يتعلق بهذه الدول الصديقة التي يمكن أن تنتشي له من وحدته. هذا ما يعزز فرضية الاستغلال في هذا الجانب. وجد أن السودان نفسه مضطرا إلى العودة إلى هذا الإجراء المتعلق بالتطبيع. نعم أستاذ النور، أعود إليك مرة أخرى. الإمارات طبعت مع إسرائيل مباشرة وتحت النور، وأجهزة الإعلام الإماراتية كانت تتحدث، وكلنا سمعنا بهذا الأمر حتى قبل التوقيع يوم الثلاثاء الماضي. لكن في السودان هنا نحن نحلل الأخبار، نتابع التسريبات، ولكن لا تصريحات رسمية تحدث. ترى ما هو السبب؟ لماذا الحكومة الانتقالية إن كانت تقود خطوات نحو التطبيع، لماذا تقود هذه الخطوات باستحياء وبخجل؟ لأن الحكومة الانتقالية ليست على قلب رجل واحد، وهناك كثير من التباينات. ولكن أعتقد أنه لو عاد البرهان من أبو ظبي بصفقة رابحة ومكاسب اقتصادية مغرية، أعتقد هذا سيضعف موقف الرافضين للتطبيع، لأن الظروف الاقتصادية في السودان الآن ضاغطة جدا، إذا حققت مكاسب اقتصادية مغرية هذا سيضعف موقف الرافضين للتطبيع، لأنه هذه سيعتقد أنها مكاسب للشعب السوداني. لماذا تريدون أن تحرموا الشعب السوداني من هذه المكاسب؟ يقول الحرية والتغيير إذا الذين رافضين للتطبيع. وبالتالي أعتقد أن الصفقة المتوقعة هي التي تحدد هل ستكون مقبولة ومغرية المضي فيها، أم ستظل القضية تراوح مكانها، أم ستحقق مكاسب فقط للمكون العسكري وعبد الفتاح البرهان باعتباره والراغب في التطبيع مع الغرب، مع الدول الغربية، مع إسرائيل، وبالتالي يقوي موقفه في أي محادثات مقبلة، وتحصل تغيير في الحاضنة السياسية، وتحصل تغيير في الرافضين للتطبيع، يمكن يجدوا نفسهم خارج المشهد السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة بعد عملية السلام ودخول لاعبين جدد للمشهد السياسي. وبالتالي هذه العملية ستحدث فرز سياسي، أعتقد أنها إذا حتحقق اتفاق مع تطبيع سيحدث فرز في القوى السياسية، وستزيد الشقاق والخلافات داخل قوى الحرية والتغيير. طيب، في دولة كالسودان بها نوع من الممارسة السياسية، هذه المهمة ربما لن تكون سهلة كما كانت في الإمارات. هذا الأمر مطروح، سيكون مطروح لكثير من الجدال، ولكن سؤالي لك، ما هي المكاسب التي يمكن أن يجنيها السودان من التطبيع في هذا التوقيت؟ وفي المقابل هل ثمت خسائر سياسية يمكن أن تقع على السودان؟ نعم، دائما العلاقات مع إسرائيل لم تحقق أي دولة منها فوائد كبيرة. الذين طبعوا مع إسرائيل، مصر والأردن وموريتانيا وغيرها، لم يحقق إسرائيل. الآن أفقر دولة أفريقية إريتريا لم تستفيد من التطبيع مع إسرائيل مثلا. ولكن إذا تحققت مكاسب اقتصادية، أولا مكاسب من أمريكا برفع السودان من قائمة الإرهاب، هذا مكسب سياسي كبير للحكومة السودانية وللسودان، وسيفتح الباب أمام الاستثمارات الخارجية، سيفتح الباب أمام التعامل الدول الغربية والتعامل المصرفي، وأيضا لإعفاء ديون السودان الخارجية لأنها مرتبطة أيضا بوجود السودان في هذه اللائحة السوداء. هذا الأمر، هذه المكاسب من الجانب الأمريكي. المكاسب الأخرى على دول الخليج الآن هي تدفع السودان نحو التطبيع، وبالتالي هي أيضا سترعى هذا الاتفاق، ورعاية الاتفاق ليست مجانية، لذلك أن تدفع للسودان مكاسب اقتصادية. وبالتالي إذا حققت هذه، إذا حصل البرهان على صفقة رابحة، أعتقد هذا سيجد تأييد كبير من حكومة الحمدوك، وأيضا من تيار كبير في الشعب السوداني. ولكن أيضا هناك خسائر، لأنه هناك كثير من قطاعات الشعب السوداني أيضا لديها موقف نفسي مع إسرائيل وترفض التطبيع، ولديها موقف ديني أيضا من هذا الأمر. وبالتالي هؤلاء يمكن أن يعارضوا الحكومة ويشنوا حملة عليها إعلامية، وبالتالي هذا هو الخسارة السياسية التي يمكن أن تحدث للحكومة. نعم أستاذ الجميل الفاضل، يعني إذا حدث التطبيع أيضا، ونحن نحاول أن نحلل ما وراء التسريبات، حتى الآن لم يصدر بيانا رسميا، نحن في انتظار أي شيء رسمي يمكن أن نبني عليه خبرا، لكن إذا حدث التطبيع بين السودان وإسرائيل فيما يخص المكسب السياسي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب، فنيا كيف يضمن السودان نفاذ هذه الخطوة؟ هل رفع اسم السودان أولا ومن ثم التطبيع، أم التطبيع أولا ومن ثم الخطوة؟ من الواضح جدا أن بعض أيضا الصحف الغربية أشارت إلى ما قال به الدكتور عبد الله حمدوك، والاستناد على نظرية هنري كيسنجر أشهر وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وقول أن الولايات المتحدة عندما تحصل على أي جائزة بالمجان تتلقى ولن تدفع المقابل أو الثمن.
واعتقد ان الموقف التكتيكي الذي قامت به بين مجلس السياده ورئيس مجلس السياده ومجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء والحاضنه السياسيه من وراء مجلس الوزراء، اعتقد ان هذا الموقف رغم انه لم يكن هو توزيع للادوار بالمعنى المفهوم، لكن في تقديري انه قد افاد امكانيه التفاوض والحصول على نتائج اكثر قيمه من خلال الفجوه او النافذه التي فتحها الفريق اول عبد الفتاح البرهان بزياره عنتبي في فبراير. تلك المقامره اعتقد انها الان حققت كثير من المكاسب، اعتقد ان الموقف المتباين او التباين الذي اشار اليه الاستاذ النور احسن النور ايضا مقصود او غير مقصود، هو في النهايه صب في خانه ايجابيه يمكن ان يثمن حجم الفائده التي يمكن أن تربح الصفقة السودانية مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الدول الخليجية الراعية لهذا الاتفاق، والتي تدفع السودان باتجاه أن ينخرط في عملية التطبيع مع إسرائيل. هذا الأمر من حيث القراءة والتحليل في تقديري أنه سيأتي بنتيجة إيجابية. وأما فيما يتعلق بدرجة القبول داخل السودان من قبل الأحزاب والقوى السياسية، هذه الأحزاب والقوى السياسية بالضرورة إما أن تتأقلم مع الأمر الواقع الجديد وأن تتقبله وأن تتقبل المسوقات والمبررات التي ستأتي بها والظروف الاقتصادية التي أيضا هي أكبر مبرر يمكن أن يشكل يعني التقبل لفكرة التطبيع مع إسرائيل في مقابل ما ستقدم الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة وأن عقبتين رئيسيتين تواجهان السودان الآن، مسألة ديون السودان البالغة ما يوازي 60 مليار دولار، وبالتالي أيضا قضية الديون حاضرة في التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، ديون الولايات المتحدة الأمريكية وكيف يمكن إعفاء ديون الولايات المتحدة الأمريكية والدور الذي ستلعبه الولايات المتحدة الأمريكية في إعفاء ديون السودان عبر مجموعة دول نادي باريس، الاتحاد الأوروبي، دولة ألمانيا وفرنسا أيضا لهم مواقف في هذا الاتجاه، وتقبل لفكرة لو أن اسم السودان رفع من القائمة في الدول الراعية للإرهاب. هناك تعهدات سابقة من قبل فرنسا برعاية مؤتمر للدائمين، ويمكن أن يستفيد السودان من الاتفاقات التي تشمل الدول الأكثر فقرا، وبالتالي يمكن إعفاء ديون السودان عبر اتفاقية الهيبك، وهذا يمكن أن يفتح هذه النافذة. فيما يتعلق بالخليج أنا أتفق تماما أن الخليج سيكون هو الممول الرئيسي لهذه الصفقة، وأيا كان حجم هذه الصفقة والتفاوض الذي يجري فيها، أنا في تقديري أن المكتسبات التي سيجنيها السودان من هذه الصفقة، السودان الآن يختنق مواجهة بظروف غير طبيعية، تكالبت عليه كافة المحن وأخذت بعضها برقاب بعض، وبالتالي أنا أعتقد أنه في هذا الظرف لا يوجد سوى طريق لاتجاه واحد، هو لو أن هذا التطبيع يمكن أن يفك عقدة كافة هذه المشكلات المتداخلة لا سبيل سوى ذلك، ويمكن أن يتم تقبل ذلك في الشارع السوداني لو أن هذا التحول بدأت له مؤشرات واضحة وحدث انفراج في الوضع الاقتصادي وحدث تحسن في الأوضاع العامة في البلاد. أعتقد أن الدول الأوروبية أيضا تنتظر هذه الخطوة، هي أبدت كثير من حسن النية والرغبة في تقديم يد العون للسودان، لكن هذه العقبة، عقبة وجود السودان في القائمة الأمريكية السوداء، ظلت هي العقبة التي تحول دون مؤسسات التمويل الدولية أن تقوم بدور في اتجاه السودان، والدول الأوروبية أن تمد يد العون للسودان أو أن تخلق شراكات مع السودان، هي راغبة في أن تخلق شراكات اقتصادية مع السودان. في تقديري كل هذه القضايا لا بد أن نقرأها، ولا بد أن نقرأ لماذا في هذا اليوم بالذات يوجد مني أركم ونائب في القاهرة. أنا أعتقد أن دور حركات الكفاح المسلح أيضا في الدفع في هذا الاتجاه لا بد أن نأخذه في الحسبان، خاصة وأن حركة مثل حركة عبد الواحد نور التي تمنعت عن الانخراط في منبر جوبا هي ذات صلات قوية بدولة إسرائيل، لا بد أن نفهم أن جزء من مفاتيح حل قضية الحرب والسلام أيضا تتداخل مع ملف التطبيع الإسرائيلي. جميل جميل. طيب أتحول إليك أستاذ أشرف عبد العزيز، يعني السودان لديه ديون مثقلة وكثيرة جدا، أكثر من 60 مليار دولار ديون السودان الخارجية، سمعنا تسريبات بعشرة مليار دولار تطلبها الحكومة السودانية، رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب،
كثير من الإعانات من الشركات التي يفترض أن تستثمر في كثير من المجالات كالزراعة والبنوك وغيرها في السودان، وأيضا كارثة السيول والفيضانات في السودان الآن، وتقديم ما يلزم لمساعدة السودان للخروج من هذه الكارثة. البعض يقول أن هذا كثير، هل تتفق مع أستاذ الجميل أن الخليج يمكن أن يتكفل بكل هذا الأمر؟ ولدينا تجربة، الإمارات العربية المتحدة ربما وعدت السودان في وقت سابق خلال هذه الثورة بمبلغ معين، وسمعنا لاحقا أنها لم تلتزم بدفع كل تكاليف كل المبلغ، أم أن الظرف مختلف الآن؟ أستاذ أشرف تسمعني؟ طيب، يبدو أننا قد فقدنا الاتصال مع أستاذ أشرف. أحول لك السؤال أستاذ أنور، هل الظرف مختلف الآن؟ الإمارات وعدت السودان بدفع مبلغ معين في السابق ولم يكتمل كل هذا المبلغ، الآن المطلوبات ربما عشرات أضعاف ما وعدت به الإمارات السودان في السابق، هل الآن يمكن أن يتبنى الخليج كل هذا الاتفاق كلف ما كلف؟ نعم، أعتقد أن الدول الخليج كانت أو السعودية والإمارات تحديدا كان التزموا في للحكومة الانتقالية ب$3 مليار، وما تم دفعه للوديعة كان $500 مليون، $250 مليون من كل جانب، ثم شحنات من القمح والأدوية ومساعدات للمدارس لا تجاوز $300 مليون، وبالتالي كل ما دفع هو ما يوازي $800 مليون، أكثر من 2 مليار و200 لم تدفع من هذا الالتزام، بسبب كما ذكر نائب رئيس المجلس السيادي أن هذه الدول تحفظت على مواقف بعض قوى الحرية والتغيير، وبالتالي جمدت هذه المساعدة. أعتقد أن الآن المناخ مختلف والقضية مختلفة أيضا، لأنه الآن الإمارات لديها مصلحة في أن يكتمل هذا الاتفاق، لأنه سيزيد من مكاسبها السياسية ووضعها الإقليمي، دورة مع الولايات المتحدة، هذا سيحقق مكاسب سياسية كبيرة للإمارات تحديدا، وبالتالي يمكن أن تنفق مبلغ كبير لإتمام هذه الصفقة، لديها مصلحة في ذلك. أيضا تريد أن تقوي أيضا موقف السودان، أيضا ترى أن السودان، الدول الغربية ترى أن السودان يمكن، الحكومة الانتقالية يمكن أن تفشل، ويمكن أن هذه التجربة تجهض، وبالتالي ليس هناك مصلحة لأي طرف الآن لإجهاض هذه التجربة التي تمت في السودان، أو استقرار السودان عموما في هذه المرحلة ضروري لدول المنطقة. وأيضا الولايات المتحدة تريد صياغة دول الشرق الأوسط، وتريد أن السودان يكون جزء من هذه الصياغة، وبالتالي ترى أنه يمكن بالتالي إعادة ترتيب المنطقة بمحقق مصالح الولايات المتحدة، خاصة أنه هذه القضية الآن ليست قضية استراتيجية بالنسبة للإدارة الأمريكية، قضية تطبيع العلاقات الأمريكية السودانية الإسرائيلية، لأنه بالنسبة لورقة انتخابية بالنسبة لترامب بعد نوفمبر قد تكون مهتم كثير بهذه القضية، وبالتالي يمكن أن يطلب من الدول الخليج والإمارات تحديدا تمويل هذه الصفقة بمحقق مكاسب للإمارات وللإدارة الأمريكية وللسودان أيضا. لا، أنا لدي سؤال أخير لأن الوقت قد دهمني، أتمنى منك الإجابة أيضا عليه بإيجاز. السودان الآن وفي هذه الخطوة لتطبيع مع إسرائيل، لنأخذ في الاعتبار الاستقطاب الإقليمي الحاصل الآن، هنالك معسكرات مختلفة، حتى الخليج في نفسه ليس على قلب رجل واحد، حتى في قضية التطبيع هذه هنالك معسكر وهنالك معسكر آخر، شكل التحالفات، شكل وقوف السودان على مسافة متوازنة مع الجميع، هل يمكن أن تتحقق كل هذه الأمور الآن، أم أن من لا يملك قوته لا يملك قراره؟ اعتقد ان هذه القضيه مختلفه، لانه هي مرتبطه، السودان يريد ان يصل لرفع يشط باسمه ملاحه الارهاب، ولكن هذه القضيه الان واشنطن ربطتها ان تمر عبر تل ابيب، وبالتالي هذه القضيه مختلفه الان، ان السودان يريد ان يحقق ما يصبو اليه برفع اسمه من قائمه الارهاب، بعد هذا يحقق له مكاسب سياسيه واقتصاديه بفتح الاستثمارات، باعفاء الديون، هذه قضيه كبيره، بفتح التعامل المصرفي والاستثمارات، ولكن في الجانب الآخر ربطت بإسرائيل. إذا تحققت مكاسب الاقتصادية، لا أعتقد أن هذه الدول، لأن هذه الدول أيضا دول الخليج الأخرى أيضا حليفة للولايات المتحدة، ليست لديها مصلحة أن تعارض هذا الاتفاق، لأنه هي ترعى هذا الاتفاق ووراءه واشنطن، وبالتالي لن تخسر واشنطن. دول المعسكر الآخر، وبالتالي المعسكر الآخر أصلا لديه علاقات قوية مع الإدارة الأمريكية، وبالتالي لن يخسر السودان بسبب هذه القضية، وبالتالي لن تتغير المعادلة
بشأن هذه التحالفات والاستقطابات الإقليمية. هذه القضية لن تزيدها لهبا ولن تزيدها خلافا، وأيضا لأن الطرف الأساسي هو الإدارة الأمريكية. نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ النور أحمد النور الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، شكرا على حضورك وعلى إفادتك، شكرا جزيلا لك. نشكر أيضا ضيفي العزيزين اللذان رافقانا طيلة هذه الحلقة، الأستاذ الجميل الفاضل من الخرطوم عبر الهاتف الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، ومن الخرطوم أيضا كان معنا الأستاذ أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة والكاتب الصحفي والمحلل السياسي، كان معنا عبر الهاتف من الخرطوم. شكرا جزيلا لهم جميعا، نتمنى أن ينصلح حال السودان. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، وإلى اللقاء.